محتاجه كيلو لبن، وخدوا القاعده دي لو عايزين تضاعفوا الكميه، هي القاعده دي اللي ثابته معانا. كل كيلو لبن عليه نص كوبايه من الرز وعليه نص كوبايه من السكر. كل كيلو لبن عليه نص كوبايه من الرز ونص كوبايه من السكر. هحط 2 فص مستكه لو متوفر عندي، مش متوفر تمام هشيله مفيش مشكله خالص. وعندي 2 معلقه كريم شانتيه، طبعا باودر عشان ما حدش يضربه ويحط الكريم شانتيه مضروبه. الباودر بتاعت الكريم شانتيه هاخد منها معلقتين، وفانيليا. هتقولوا لي طب النشا، انا الطريقه دي طريقه المحلات او الطريقه اللي انا هعملها مش هحط فيها نشا، طب هيربط ازاي؟ هقول لكم هيربط ازاي، وهيبقى سايح كده في بعض وطري وجميل، مش محتاج اي نشا خالص ان احنا نربط فيها. تعالوا نشوف واحده واحده هنشتغل ازاي. عندي كده على البوتاجاز هحط الحله بتاعتي، وزي ما اتفقنا كل كيلو لبن عليه نص كوبايه من السكر، السكر يكون مغسول ومتصفي. هحط كيلو لبن اهو كده، وهحط عليه نص كوبايه من الرز المصري بتاعنا مغسول ومتصفي. الرز، قلت السكر، معلش، الرز يبقى الرز المصري نغسله ونصفيه بالشكل ده، تمام. هحط كده الاتنين على بعض، اللبن والرز. كيلو اللبن حطيت عليه نص كوبايه رز مصري وغسلته وصفيته، تمام. هسيبه يغلي مع بعض، خلاص هغطيه كده او هسيبه عادي يغلي وهو يعني مش غير غطا، مش مهم عشان ما يفرش ويطلع مني من الحله. هسيبه يغلي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعد ما هيغلي المفروض ان انا هطفي عليه، يعني بعد ما يغلوا الاثنين مع بعض هطفي عليه واغطيه لمده ساعه. طب ليه انا بطفي عليه وبغطيه لمده ساعه؟ عشان كل النشا اللي في الرز عندي ينزل في اللبن. يعني الحركه دي هي دي اللي هتخليني استغنى عن النشا، تمام. هقول تاني، يعني احنا دلوقتي بنحط النص كوبايه الرز بنغسلها وبنصفيها وبحطها على الكيلو اللبن، خلاص. بعد ما احطها على كيلو اللبن بخليهم يغلوا مع بعض الاثنين، وبعد ما بيغلوا بطفي النار وبغطي الحله بتاعتي وبسيبه لمده ساعه. بعد الساعه انا لما هحرك الرز هلاقيه كله مستوي ونافش وتمام، هقوم مشغل عليه النار تاني. طب الوقت ده انا استفدت ايه؟ في الوقت اللي انا سايباه ساعه ده نزلت كل النشا الطبيعي اللي موجود في الرز، تمام. فدي اللي هيخليني استغنى عن النشا، خلاص. طب في الاخر انا ما عملتش الخطوه اللي انا سبته ساعه دي في النص وشغلته على طول وسبته يشتغل على طول، هينفع؟ ينفع، مفيش مشكله خالص. لو انتوا ما عندكوش الوقت اللي انتوا عايزين تسيبوه ساعه يتنقع بعد ما يغلي، هتقوموا شغالين زي ما انا شغاله كده وسايبينه يستوي. اهم حاجه ان طول ما احنا شغالين في الرز بلبن هو شغال على نار هاديه وبقلب، تمام. ليه؟ ايه فايده ان انا اشغله على نار هاديه واكون بقلب فيه باستمرار؟ رز بلبن لو شاط عندي من تحت، انا بقول لكم التريكات والحاجات اللي هتبوظ معاكم رز بلبن لو ما مشيتوش عليها. لو شاط عندي من تحت كل الطعم ده هيطلع لي في رز بلبن، انا بوظت الرز بلبن كله، تمام. فدي نقطه مهمه جدا ان انا اخلي بالي ان انا الحله عندي ما تشطش من تحت، فما ينفعش نار عاليه، ما ينفعش اسيبه بالساعة على النار ولا اقلب ولا الكلام ده، لا. المفروض كل 5 دقايق كده بدخل بمسك سباتلا او بمسك اي مغرفة وبقوم مقلبة عشان اتأكد ان مفيش حاجة هتشيط مني في الارضية. لو حس طيب هناخد تليفون ونكمل. معانا مين؟ ام مي. الو، صباح الفل. صباح النور عليكي، عامله ايه يا حبيبتي؟ عامله الحمد لله كله بخير. يا شيف عامله ايه؟ كله زي الفل والله الحمد لله، كله جميل. صباح الجميل. قلت اسلم على حضرتك، انا اول مره اكلم حضرتك، بس والله بقى لي اسبوعين ثلاثه عايزه اكلم حضرتك مش عارفه. احلى صباح، كلمينا كل يوم بقى. والله هستنى تليفونك كل يوم. مشغول؟ لا كل يوم هستنى تليفون. الحمد لله بقى اللي انا اتواصلت معاكي النهارده. حبيبتي ام مي، صباحك زي الفل، وكل يوم هستنى تليفون. ممكن اقول لحضرتك انا بحب وصفاتك قوي يا شيف. الله يخليكي، تسلمي حبيبتي. بحب المعجنات بتاعتك ووصفاتك. تسلمي، هنعمل الحاجات اليومين الجايين. انا مأجله بس المعجنات التقيله لدخول المدارس. كمان عندي بنتي صغنطتها عندها 13 سنه، تمام. ممكن تشترك معاكي يوم الخميس؟ طيب طبعا، سيبي بياناتها، سيبي رقم تليفونك وسيبي عمرها وسيبي الكلام ده كله، هم هيتواصلوا معاكي هياخدوا صورتها وهياخدوا كل البيانات. نفسي قوي
تطلع معاكي هي. حبيبتي خلاص أوه. وانا كمان بحبها جدا. سيبي بياناتها في الكنترول واحنا بنرجع نكلمكم ونتفق معاكم على ميعاد الحلقه ان شاء الله. شكرا ليك. عندك اي سؤال؟ طيب شكرا يا مومي وكلمينا دايما وهستنى مكالمتك على طول. خلاص يبقى زي ما اتفقنا احنا موطين النار، احنا بنقلب باستمرار. الحله اللي انا بشتغل فيها بلاش تبقى حله خفيفه، الحله الخفيفه هتشيط لي زي الرز، لما بعمل رز في حله خفيفه قوي بتشيطولي من تحت وبتحرقهولي. لو الحله عندي تقيله او حله يعني الومنيوم، مش شرط حاجه تبقى ما بتلزقش، ممكن اشتغل عادي في ستانلس او الومنيوم او اي حاجه، بس المهم تبقى حله تقيله كده، ما تبقاش يعني السخونيه على طول بتطول الحاجه بطريقه يعني زياده عن اللزوم. تمام. بصوا اهو من وقت للتاني بقلب، اول ما هتغلي هقوم طافيه عليها وسايباها يعني سايبه الرز عندي يتنقع ساعه، وبعدين هقوم حاطه عليه بقيه الاضافات. طيب بقيه الاضافات اللي هو ايه؟ عندي معلقتين من الكريم شانتيه الباودر. بصوا عايزه اوريكم هنا الرز بعد ما نقعته، بصوا عامل ازاي بعد ما نقعته في اللبن. بصوا ده من غير نشا، شايفين رابط ازاي؟ ده من غير نشا، ورحت مولعه عليه النار تاني اهو اهو، شايفين رابط ازاي؟ ده من غير اي نشا عليه. خلاص بعد ما نقعت الرز شغلت العين عليه خلاص، وعلى الهادي خالص وقلبت باستمرار. شايفين الحله ما فيهاش ولا اي حاجه شايطه من تحت، حله نظيفه، لما هاجي اغرف كمان هتشوفوها مفيش اي حاجه شايطه عندي من تحت. خلاص في المرحله اللي انا اول ما هيربط بحط بقى ايه؟ بحط الكريم شانتيه. يعني مثلا خلاص هعتبر ان احنا هنا شغلنا العين بعد ما نقعنا الرز المره الثانيه، هبدا ان انا احط معلقتين الكريم شانتيه الباودر، هحط فصين مستكه كده هم هيدوبوا مفيش مشكله، وهحط نص كوبايه من السكر. تمام. وهقلب. تمام. بصوا من وقت للتاني لازم اقلب، لازم اقلب، اسلك اي حاجه من الحله تحت.